السلام عليكم ابطال امين ابراز، رجعت لكم فيديو جديد وماك بانك جديد. واليوم عندي هذا فخذ الخروف المشوي واو بالباربيكيو بالشواية الخاصة مثل ما جاي تشوفون. فخذ حجمه عملاق صراحة ومشوي بطريقة اشبه بالخيال وبعده حار. وخلوني ابدي، يلا تفضلوا. بسم الله. هذا البصل الأخضر شويته وياه. خليته يبرد هواي بس بعده حار لان فخذ عملاق. واو شوفوا لي منها هاي الشحمه وشنو هاي. واو شوفوا الزيوت التتبيله مالته رهيبه. لا 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 شويه باربيكيو. فين هذا اللحم؟ شواء 100% صحيح. فين هذا اللحم؟ يلا طيب الباربيكيو هالشكل. اوه يا you
شنو هذا؟ اللحم الفضيح والباربيكيو. بصل أخضر مشوي. يلا تفضلوا، افتح حلقك يا بطل، افتح حلقك يا بطلة. لحمة فخذ مشوية. لا لا، يا ستيك يا دنيا الطعام. صراحة مستمتع به. من الآن فصاعدا بالنسبة لي لحم الغنم أفضل طريقة هي هاي بشواية الباربيكيو، ذب الفخذ يطلع لك جوسي. لحم الخروف صراحة ما أحبه مسلوق، ما أدري ليش ما أحبه مسلوق. مشوي بهاي الطريقة يعني تكة أو ستيك أو فخذ مثلا، واه شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي طعم ستيك على فخذ ما تعرف شنو. واه خلوني اسويها هالشكل بالباربيكيو. واه هالشكل، هاي اللحمه بها شحمه بالطرف. No. Again, with ketchup, bitte. شنو رأيكم بهذا المايك؟ جبته وأحكي بصوت متوسط بعض المايك بانجات، يعني يصير وسط، لا هو أصوات أكل ولا هو مايك بانج. يا أبطالي حتى سمعون صوت. الأكل وكذلك البلع. جاينت مال خروف أوروبي أورغانيك، جبته من واحد صديقي عنده مزرعة يربي أغنام ودجاج.
بنفس الوقت هو همين يصيد عنده حتى لحم بري مال غزلان ما ادري شنو. انطاني هذا من المزرعة مالته. خروف صراحة عملاق. شوف اللحم مالته ما يخلص. شنو انت؟ هذا البصل صاير بيه الفخذ سبايسي. من ضمن التتبيلة استخدمت شوية فلفل كوري، معجون كوري بالفلفل هم ينخليت وياه. شو لي هاي اللحمة؟ شنو هاي؟ اريد اوصل للعظم ما جاي اقدر. اللحم صراحة يمنعني كأنها ستيك. هاي كأنها ستيك. That is really good. واخيرا اكتشف لي طريقة أسوي بيها لحم الغنم. هذا هنا مكسب. بطعم التتبيلة الفوق الملوحة شوي قوية. والله جاي اصور الفيديو بالطول للكواي. حسابي على كواي جاي انزل بيهم فيديوهات وماك بانجات واكلات صراحة حصرية، والقادم ان شاء الله افضل. بس بعدين باوعيت قلت الكواي حدي 5 دقائق بالفيديو. اذا اسوي جزء ثاني وجزء ثالث يعني ما مسموح التكرار بالنسبة الي، انا كعندي عقد وياهم. فقلت هسه انا شو اسوي؟ خل اسوي ابطال امير بروز على اليوتيوب وكذلك ابطال امير بروز على كواي. جاي انزل لهم فيديوهات وان شاء الله القادم يعجبهم. ففريت الكاميرا ما صورت بالطريقة مال كواي اللي هي بالطول الصير. اللي ما منصب كواي واللي بعده ما يتابعني انصحهم يتابعوني. Excuse me. I burped. So تابعوني على كواي، راح اخليكم الرابط بصندوق الوصف بالديسكريبشن. عشاق الفيديوهات السريعة 5 دقائق ماك بانجات، وحتى
اجي اسوي تجارب. بعد يخلص هذا الفخر تسوي له طقع عليه شوي كولا اكيد طلعت يمكن بهذا الميكروفون الجديد صوت عالي. أنا تايب ماك بانجات قلت ما أسوي بهن تتبيلة حارة يعني يصير شوية سنسيتيف أكون حساس أكثر يعني الرياكشن مالتي ردة فعلي مو تحدي هو تحدي حرارة وهاي. على كل حال آسف يلا نكمل. ما ينمل منه صراحة. سأل بعض شنو هذا؟ هذا كرافس أوروبي صير كبار. همشي ويته يا. واخيرا مثل ما جاي يشوفون بدت ملامح العظم تلوح في الافق. شحمة ماشي ظلها تعرق بكمية دسم فظيعة. هنا ظل مثل الأربطة. تكفيزني مثل ما جاي شوفون ما لي اللي في كبرته.
أقوام. لا مسوي له اياه شويه تمن. يساعد طبعا. اضطريت فجأة. شو الموضوع؟ احس بروحي مشتهي تمن، اريد اكل تمن او شيء شيء ثاني يعني.
الفخذ مو مال خروف عادي ابد. خرفان شفتهن بالمزرعة مالته ما شاء الله. تقول بقرة صغيرة مو خروف، اكبر من البقرة الصغيرة، منفوخ ورجليه ما شاء الله يعني. وهذا واحد من ادن اورجانيك جراس فيد درجة اولى. يمكن شفتوا، ها شفتوا الباكه اللي سويتها حمراء، راس خروف اكلت قبل فترة ماكبان. شوفوا الراس شلون ضخم. وهذا راس واحد من الخرفان، نفس المزرعة اللي خذيت منها هذا الفخذ. حامض راح يصير نص ساعة الفيديو. ورطني وكلتني. رهيب صراحة، هذا ممتاز. معذرة. صراحة رهيب يعني. يمكن لو مسوي سالقة وما ادري شنو على هاي الطريقة التقليدية كان ما عجبني. يمكن بهاي الطريقة يعني زفرة الخروف ثلاث ارباعها يمكن راحت. انا مو هالقد ويا زفرة الخروف القوية، بالسلق تصير زفرته قوية، بس هذا بيطعم الفحم والشواء وما ادري شنو والباربيكي والصلصات القوية اللي خليتها عليه طير من الزفرة مالته. صار ممتاز صراحة. مثل ما شفتوا يا ابطال بطلات عميه ابراز، وصلت ياكم لنهايه هذا الفيديو. اتمنى يكون عجبكم هذا الماك بانج فخذ الخروف العملاق المشوي بالباربيكيو. اشكركم على المشاهده، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه اللي ما مشتركين بعدهم. التقيكم بالفيديو الجاي، مع السلامه.